للعام 43 تعقد المنظمة العربية لمناهضة التمييز مؤتمرها السنوي بالعاصمة واشنطن وسط حضور كبير ولافت لرموز الجالية العربية تحت شعار عرب حقيقيون أمريكيون بالكامل. لنحول المعادلة من تجمع للعرب في أمريكا إلى أمريكيين من أصل عربي. يعني هيدا بيستتبع أنه الجالية تنخرط في العمل السياسي والعمل الاجتماعي وتنخرط في العمل الثقافي في مجرى الأمور كأمريكيين من أصل عربي. الحضور إلى مؤتمر واشنطن، عرب أمريكيون جاءوا من جهات مختلفة من الولايات المتحدة وبقصص نجاح متنوعة أيضاً، لكن كذلك بتاريخ طويل وحافل في سبيل الدفاع عن الإرث الكبير لعرب الولايات المتحدة، وكذلك الجذور التاريخية لهذه الجالية والسعي الطويل لأجل التمكين لها كأقلية فاعلة وناجحة في المجتمع الأمريكي. الوجود العربي ما ظهر على شكل المضبوط هون بأمريكا، وعمل الADC بهالموضوع هيدا والتشديد على عروبة الناس شغلة مهمة كتير. جبهة أخرى تخوضها المنظمة حاليا وهي تلك المتعلقة بتصنيف العرب الأمريكيين كأقلية عرقية، وهو المكسب الذي بات أقرب للتحقق أكثر من أي وقت مضى، ولكن كذلك هناك هذه الموجة الجديدة من أبناء الجالية البارزين في المشهدين السياسي والعام، سواء على المستوى المحلي بالولايات أو القومي بالعاصمة واشنطن. بقدر أقول يعني بعد مرور هذا الوقت الطويل الحمد لله إحنا ما زلنا موجودين وإن شاء الله مستمرين، وكل سنة عندنا أفكار جديدة لخدمة الجالية العربية. يقول عرب أمريكيون أن قصة المنظمة العربية لمناهضة التمييز تختصر جزءا من قصة الهجرة العربية إلى أمريكا، فهي شاهدة على كل التحولات التي شهدتها هذه الجالية في النصف القرني الأخير، كما شهدت أيضا على ذلك التحول الأساسي والمتعلق بانخراط العربي القياسي والنوعي في قضايا الشأن العام أولا وفي المجال السياسي ثانيا، وتلك واحدة من النتائج المباشرة التي يراها هؤلاء مرتبطة بطموح الجيل الجديد من عرب الولايات المتحدة. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.